يعني نبدأ من إحدى القراءات، الهدف من هذه الانتخابات النصفية يعني هي تعتبر تقييم لعمل إدارة الرئيس بايدن. هذه النتائج حتى الآن، النتائج الأولية، يعني كيف يمكن قراءة تقييم إدارة بايدن؟ قراءة لهذه الانتخابات النصفية يجب أن نقرأها في حدودها وليس بالأمر الذي يمكن أن يقع، لأن هذا الأمر يقع في السابق مع حتى الرؤساء السابقين. التجديد النصفي عادة يكون عقابي ويكون حكم على الحزب الحاكم وعلى الرئيس الحاكم، وعادة ما يمنى بالهزيمة في هذه الانتخابات، ولكن لا يعني هذا أنه أو الحزب سيسقط في الانتخابات القادمة 2024. هذا أمر مهم. النتائج حتى الآن بطبيعة الحال كما قلتم لم تحسم بشكل كامل، ولكن إذا حسمت لأي من الطرفين فهناك عواقب لهذا الأمر. بالنسبة للجمهوريين إذا ما فازوا فبالطبع سيقومون بعقلة كل القرارات التي بايدن يطرحها على المجلس وستكون حالة من الشلل. بالتالي هناك من يدعو إلى وجود يعني حكومة منقسمة، لأن حكومة منقسمة تضمن لتمرير القرارات التي هي تعتبر عقلانية وتقف ضد القرارات الأخرى التي لا تلقى شعبية. هذا أمر مهم في استطلاع ما يمكن أن تؤول إليه النتائج. بالنسبة للرئيس السابق دونالد ترامب، أعتقد أن الطريقة التي يعمل بها هي نفس الطريقة التي عمل بها في الانتخابات السابقة، ومن هنا يعني ربما لا يفوز في الانتخابات القادمة، ربما لأنه يتخذ النهج الشعبوي الذي كان يجري عليه. أي نعم هذه المرة قلل من تشكيكه في التزوير والانتخابات، لأنه لكن أثيرت هذه النقطة من قبل الجمهوريين وتم بث يعني نوع من انعدام الثقة بالنسبة لهذه الانتخابات. هذا ما يقوله الجمهوريين إذا لم يفوزوا، هذا هو منهج الرئيس ترامب، هو منهج ربما لا يكون مقبولا. يعني ننظر إلى حتى تعامله مع المرشح عن فلوريدا دي سانتوس، هذا يعني الرجل يعني أسهمه صاعدة ويمكن أن يكون منافسا خطيرا وكبيرا للرئيس دونالد ترامب. هو شكك فيه وقال إنه إذا مرشح نفسه سيخرج عليه الملفات الشخصية، وهذا يعني أمر غير مقبول في الأوساط الأمريكية، فهو ممكن أن يكون مرشحا مقبولا أمام ترامب. ترامب عنده مشكلات كثيرة تتعلق بأحكام عليه، تتعلق بالمسار والسياسات التي اتخذها عندما كان رئيسا للجمهورية، فالتجربة مع ترامب ليست بالتجربة المزدهرة التي يمكن بها أن يعود في 2024. هذه قراءاتي عموما، يعني ربما شخص آخر يرى غير ذلك. أنا أرى طيب بعيدا عن تشكيك الجمهوريين دكتور فؤاد، اختلاف إجراءات العد والفرز والتعامل أيضا مع الأوراق المرسلة عبر البريد، ربما بعد العطل في بعض آلات العد أيضا، هل هذا لن يؤثر يعني على نتائج هذه الانتخابات؟ لا أعتقد أنه يؤثر، هذه أمور شكلية يمكن حلها، وهناك أيضا موضوع الطعن في النتائج يمكن أن ينظر في كل هذه الأمور، ولكن المؤشرات العامة أننا سنرى نتيجة حاسمة عند إعلان النتائج النهائية، وإذا كان من طعون فستكون بسيطة وستكون شكلية حسب الحزب الذي سيوافق. يعني دونالد ترامب في المرة السابقة شكك بشكل كبير وخاض معركة قضائية حتى بعد أن خرج من سدة الرئاسة، هو يعني يدعو إلى هذا الموضوع الآن، ولكن لا يصح في النهاية إلا النتائج النهائية التي استحكم على الأمور. نعم. والأثر السياسي له، المشاكل كثيرة، والمواطن الأمريكي لا يهمه الشكل الخارجي بقدر ما يهمه المشاكل الداخلية، من ركود، من اقتصاد، من أيضا موضوع الإيجاد وموضوع السلاح والجريمة، هذه الأمور التي تهم هذا المجتمع، ويعني ربما هذه الصورة مصغرة مما يحدث أيضا في بريطانيا من معاناة الناس من الاقتصاد. يريدون التغيير، بس هل التغيير معناه الذهاب إلى دونالد ترامب؟ لست أدري.